اهلا بكم مشاهدينا الاحباء وصباح الخير مجددا لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح في هذه اللحظة. وصلنا بكم الى الوقفة الحوارية الاخيرة في برنامجنا مسك الختام، راح نتعرف فيها على الابداعات العمانية المتجولة ايضا في انحاء العالم، يلتقطون بعدسات كاميراتهم ايضا مناظر ومواقع الجمال في مختلف بقاع الارض. هذه المرة حول إقليم أرناشال براديش الهندي، شباب عمانيين راحوا هناك في رحلة، التفاصيل راح نتعرف عليها إن شاء الله تعالى من خلال وجودهم في برنامجنا هذا اليوم. حمد بن راشد الغنبوصي مصور فوتوغرافي. حمد صباح الخير. صباح النور، كيف حالك؟ حياكم الله. حياكم الله، شكرا على الاستضافة، واجبنا. وأيضا نقول صباح الخير لإسماعيل بن سالم السنيد، حياك الله يا إسماعيل. الله يحييك. كيف كانت الرحلة؟ الحمد لله. الحمد لله، رحلة كانت رائعة جدا وممتازة. استمتعتوا واستانستوا جدا اللي أبعد الحدود؟ نعم الحمد لله. نعم. حمد، يعني مثل ما ذكر سيف رحلة التصوير وذكر كيف كانت الرحلة في البداية، كيف جاءت لكم هذه الفكرة، فكرة رحلة التصوير؟ نعم، بداية احنا هذه رحلة التصوير هذه ليست الأولى، احنا قمنا بعدة رحلات سواء هنا داخل عمان أو خارج عمان. خارج عمان طبعا عدة دول، نيبال، الهند، فيتنام، الصين، هضبة التبت وأماكن أخرى. بالنسبة لهذه الرحلة احنا طبعا تم لها التخطيط، وكان تخطيط الحمد لله رائع جدا، احترنا بين عدة دول وحتى عدة أقاليم في الهند نفسها. فأخيرا بعد يعني ما جمعنا كل المعلومات الخاصة عن هذا الإقليم قررنا أن نروح ونزور هذا الإقليم. ممتاز. نعم. طيب إسماعيل، رسالة، كم عددكم كان في هذه الرحلة؟ وهل أنتوا رحتوا لهذا الإقليم بهدف التصوير فعلا أو لا، عندكم أهداف أخرى كانت ولكن حبيت أنكم تخوضوا أيضا مجال التصوير كونكم مصورين فوتوغرافيين؟ كان عددنا 4 أشخاص، هدفنا هو التصوير. أريدك تذكر للشخصين بعدها عشان نوجه لهم التحية. نعم. من اللي معاكم بعد؟ آدم العلوي. نعم. وحسين العامري، لهم التحية. نعم. طيب حمد، يعني أنتوا ذهبتوا إلى إقليم أرناشال براديش الهندي، أكيد هناك أيضا مجموعة من الصعوبات أو التحديات اللي واجهتكم في هذه الرحلة، هي مغامرة، فإيش المواقف اللي كذا واجهتكم في هذه الرحلة؟ طبعا لكل رحلة تصوير لابد أن هناك في صعوبات وعوائق وتختلف بين يعني دولة ودولة أخرى. هذا الإقليم يعني أشد ما واجهناه هي صعوبة الطرق. الطرق جبلية وطرق منحنية وصعبة جدا، بعض منها معبد وهو القليل جدا، وبعض منها غير معبد. فهذه الصعوبة. هذه الصور هي الحين. أريد أسألك يا إسماعيل، يعني أنا ما قفتنا على فكرة على السؤال، ها سألتك عن ليش اخترتوا بالضبط هذا الإقليم، إيش اللي يميز هذا الإقليم بحيث أنه يكون محطة لكم تلتقطون فيها صور، ليش ما رحتوا أقاليم أخرى ثانية؟ هذا الإقليم كان مشهور بالقبائل المونباس، ونفس الشيء كان فيه ثاني أكبر معبد تبتي بوذي في العالم، وأيضا الإقليم تبتي، لأن كنا زايرين قبل فترة الإقليم اللي في الصين في التبت. ممتاز. وبعدها قررنا نفس الشيء نزور الإقليم التبتي الهندي. نعم، يعني بيئة خصبة خلنا نقول، ورحبة أيضا للمصورين الفوتوغرافيين لالتقاط مختلف الصور، صحيح؟ أكيد. ممتاز جدا. طيب أيضا الهدف من زيارتكم أو الهدف من هذه الرحلة بالضبط؟ احنا كان هدفنا هو نوثق حياة الناس هناك، نوثق عاداتهم، تقاليدهم، طرق معيشتهم، نوثقها سواء في الشارع او سواء في بيوتهم او سواء في مزارعهم، بالإضافة الى طقوسهم الدينية، يعني بحيث ان احنا يعني شبه متخصصين في تصوير حياة الناس. نعم. ونحاول قدر الامكان ننقل حياة هؤلاء الناس. ممتاز. وطرق معيشتهم في هذا الإقليم، ويعني نشرح عبر عدسات. نعم، من خلال يعني الصور اللي دائما تلتقطوها. نعم. في مغامراتكم او رحلاتكم سواء كانت داخل السلطنه او خارج السلطنه. نعم. طيب اسماعيل، يعني انتم بوجودكم في هذا الاقليم اكيد التقطتوا كم هائل كثير من الصور، صحيح؟ صحيح. ابرز خلينا نقول الصور اللي تشد الانتباه واللي انكم سعيدين، انت شخصيا سعيد بالتقاط هذه الصور. أعطيني بعض الصور كذا، هل كانت لشخص معين، لموقف معين، لمكان معين، إيش بالضبط؟ أنا كان تركيزي في هذه الرحلة تصوير الأطفال في هذا الإقليم، في بيوتهم، في مدارسهم، في الشارع، فصادفت كثير من الأطفال. نعم. كان
كانوا يعني حد منهم راجع من المدارس وحد كان في المدرسة وحد كان في البيت وجلست معهم يعني تكلمت حاولت أتفاهم معهم لأنهم قليل يعني يتكلموا إنجليزي فكانوا بلغة الإشارة أصلاً فبعضهم منهم كنت أصور معهم بالتليفون لحد ما يتعاون معي أصور معه في بعض من الأطفال يعني صورتهم كان لي يعني بالمختصر اللي هي الصور العفوية ها أيوة. الصور العفوية اللي جمعتك أيضا مع الأطفال القرية مع أهالي القرية أيوة. هي اللي كانت المميزة في موضوع الالتقاطات بشكل عام صحيح ممتاز. طيب يعني حمد مثل ما ذكر سيف أنه من خلال رحلتكم إلى أرنشا البرادش الهندي التقطوا أكيد الكثير من الصور العفوية والجميلة وكل مصور له ميزة معينة وله أيضا اختيار الزاوية من خلال التقاط الصورة إيش الصورة اللي كانت قريبة من قلبك واللي حسيتها بالفعل أنك أنت كنت تتمنى أنك تلتقطها نعم أنا حقيقة مهتم كثير بمسألة أدخل في تفاصيل معيشة الناس بحيث أن بالفعل أنقل هذه التفاصيل الدقيقة يعني ما لمست في إقليم أرنشا البراديش هي البيوت البدائية ومسألة الطبخ الطبخ هناك لا يعتمد على الغاز ويعتمد على الكهرباء يعتمدوا على الحطب يعتمدوا على النار على إشعال النار داخل البيوت والبيت أصلا بيت خشبي فلذلك مسألة الدخاخين والإشعاعات يعني النازلة من خارج البيت وكذا تخلق لك جو غير عادي يعني كأنك تصور فيلم سينمائي بحيث أنك أنت تشوف الأشعة وتشوف الشخص جالس على النار ماله ومع الدخاخين هذه فالتقطت عدة صور وحاولت أركز على هذا الجانب بشكل كبير جدا يعني ممتاز إسماعيل من خلال مشاركتك أيضا في هذه الرحلة مغامرات مواقف كثيرة مريت فيها صحيح يعني المصور الحين أو خلنا نقول المبتدئ أو المصور العادي هل بإمكانه فعلا زيارة مثل هكذا أقاليم والتقاط الصور أو لا يجب أن يكون المصور ذا مرحلة احترافية لديه القدرات والمهارات والإمكانات التي تؤهل فعلا إلى التقاط صور جدا جميلة لهذا كذا أقاليم بإمكان المصور يعني المبتدئ يصور يعني يروح مع مثلا جروب مصورين أيوة إذا كان الرحلة رحلة تصوير فبيكون عنده مثلا مصورين مختلف مختلف الخبرات هذه مثلا الشخص مصور يصور مثلا حياة الناس في شخص يصور بوتريه فبيستفيد اكيد من الرحلات التصوير يتعلم منهم يدربوه لا لازم الصورة تكون كذا الالتقاطات كذا المقاسات كذا اكيد اكيد نعم. فكل حد تختلف خبراته فبيكون عندك ايضا بيكون عندك دافع للتصوير بيكون عندك حب للتصوير فالرحلات التصوير من افضل الاشياء اللي تقدر تتعلم منها في هذا المجال يعني نعم طيب ايضا لو نتحدث عن الاستفاده اللي استفدتوها من خلال هذه الرحله انتم كمصورين عمانيين طبعا الاستفاده كبيره هي اضافه لخبرتنا في التصوير وفي التعامل مع الناس خارج البلد ونفس الشيء أن يكون رصيد لنا كرصيد فوتوغرافي نقدر نشارك بالصور في المعارض في المسابقات الدولية في المسابقات المحلية ويكون لنا اطلاع على مثل هذه الأقاليم ويكون عندنا خبرة مستقبلا لربما يعني نؤلف فيها كتاب معين أو نسوي معرض مشترك أو غير من هذه الأشياء وهذا السؤال اللي حاب كنت أطرحه عليك نعم. هل تقتصر فقط على التقاط الصورة مجرد صورة وخلاص أو لا هناك توثيق لهذه الصور بالمعلومات والبيانات والملاحظات أيضا عن هذه الصور عندما تلتقطون صورة معينة فيها تفاصيل معلوماتية عن هذا الموقع مثلا على سبيل المثال ها اسماعيل أكيد كل صورة لها حكاية يعني أنت بتصور هذه الصورة بتذكر الموقف اللي صار لك عشان تصور هذه الصورة ونفس الشيء بتذكر كيف عانيت وصلت لهذه الصورة وبتذكر المعلومات هذه القبيلة أو معلومات البيت اللي كانوا فيه يعني الأشخاص الناس اللي فيه اسم الشخص اللي كان صورته
لأنك أنت تتعامل معه أصلاً بالإشارة، يعني ما في لغة بينك وبينه هو، فصعوب جداً تحصل منه اسمه أو تحصل منه شيء معلومات عن حياته الشخصية. نعم. وفوق هذا كله يا حوراء تظل ذكريات أيضاً نسترجعها بين فترة وأخرى، وهذا الجميل في الموضوع. صحيح، يعني طبيعة يمكن المصور هو محب للمغامرة وأيضاً للمعرفة دائماً والاستكشاف من خلال التقاطه للصور. هل المفروض من المصور العماني دائماً يتوجه للعالم أو للدول الأخرى حتى يلتقط هذه الصور الجميلة، بما أن أيضا السلطنة يعني فيها مجموعة من المواقع السياحية الجميلة اللي بالفعل المفروض أيضا من المصور العماني أنه يلتقطها، وأيضا ممكن أن هي تكون كترويج سياحي؟ بلا شك السلطنة يعني تزخر بكثير من المعالم الطبيعية والمعالم الإنسانية والبشرية الموجودة في أرض السلطنة. عندنا اختلاف عادات بين ولايات أو مناطق مختلفة، عندنا مهرجانات، عندنا يعني فعاليات اجتماعية وشعبية من خلال يقدر المصور العماني بلا شك أنه يلتقط أفضل الصور، وحتى إلى جانب إذا كان شخص مهتم بتصوير المناظر الطبيعية فبلا شك عندنا بحار، عندنا سهول، عندنا جبال، عندنا بيئة متنوعة وبيئة خام، بحيث أن المصور بالفعل يخرج بأفضل الصور، وخاصة الحمد لله عندنا الجو مساعد خاصة هذه الأيام. مسألة أن إعطاء المصور له رصيد من خارج البلد، هذه بلا شك أنها نفس الشيء إضافة، خاصة إذا كان مهتم بجانب معين، أن يهتم بتصوير حياة الناس مثلا في دول أخرى، فهذا جانب نفس الشيء واسع جدا، ويعطي المصور يعني رصيد ثرائي فوتوغرافي بالفعل يكون عنده للمستقبل يعني. نعم، سعدنا بوجودكم في اليوم في برنامج قهوة الصباح. الرحلة القادمة وين راح تكون؟ والله الرحلة القادمة بعد ما مخططين؟ في خطة لكن بعد ما أفصحنا عنها. نعم، ممتاز، نتمنى لكم إذن كل التوفيق إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم، بارك الله جهودكم، دائما مثال ونموذج من الإبداع، نحتفي بكم حقيقة كمصورين فوتوغرافيين عمانيين. كنتم حاضرين في إقليم أرنشال باراديش بالهند، شكرا لحمد بن راشد الغنبوس، شكرا لك أخوي حمد. شكرا لك. وشكرا أيضا لإسماعيل بن سالم السنيدي، شكرا يا إسماعيل. شكرا عصر. شكرا. نعم، إذا إحنا مشاهدينا الأحبة ختمنا معكم هذه الوقفة الحوارية، نروح لفاصل وبعد الفاصل مسك الختام، فتابعونا.